أثرت القيم الإسلامية في الهوية المعمارية، وتجسد الفن الإسلامي في وجدان وأعمال كثير من المعماريين المصريين العظماء، ومنهم المعماري عبد الواحد الوكيل، واللي قدم لنا أعمال عظيمة جداً خلال رحلته المهنية. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا المعماري العظيم وأعماله من خلال التقرير اللي جاي واللي هيقدمه لنا دكتور عبد الحميد الوزير، رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتنمية العمرانية. القيم الإسلامية في الهوية المعمارية، تجسد هذا الفن بشغف وحب في وجدان وأعمال المعماري المصري الدكتور عبد الواحد الوكيل. ولد عبد الواحد 7 أغسطس عام 1943 بحي جاردن سيتي بوسط القاهرة. عبد الواحد من المهندسين اللي استطاعوا أن يحققوا مكانة على مستوى العالم الإسلامي بأعمالهم المنتشرة حول العالم، واللي حظيت بتقدير العديد من المنظمات المعمارية العالمية. أنا عبد الحميد الوزير، ودي فقرة أرابيسك هندردش فيها عن علوم وفنون العمارة. حصل المهندس عبد الواحد الوكيل على شهادة جي سي عام 1960، والتحق بجامعة عين شمس وحصل على بكالوريوس العمارة بامتياز ومرتبة الشرف الأولى عام 1965. عمل معيدا في الفترة من 1965 إلى 1970، ثم عمل لاحقا مع المعماري حسن فتحي بعد الالتقاء به عام 1968. رحلته المهنية طويلة وامتدت من مصر إلى السعودية وبيروت وباريس واليونان وأمريكا وجنوب أفريقيا، إلى أن استقر في لندن عام 1980. تأثر بالمعماري حسن فتحي ويتعلم منه فنون وأصول العمارة الإسلامية. فلسفته المعمارية قامت على رفضه مع بداية ممارساته المهنة في مصر، الانسياق وراء الطراز الغربي اللي بدأ ينتشر في تلك الفترة، وقوانين المباني اللي بتفرض قيود تحدد خيال المعماري وإبداعه. فكان يؤمن بضرورة إحياء القيم الإسلامية في العمارة الإسلامية. كمان كان يؤمن بأهمية استخدام مواد البناء البيئية، والأفكار دي نبعت من إيمانه بأن الإنسان كان يقوم في الأصل بتشكيل العمارة تبعا لظروف البيئة المحلية. وبتعكس جميع أعمال الوكيل هذه الأفكار والمبادئ، قدر يبرهن أن مبادئنا المعاصرة يجب أن تنافي مبادئ القرن 19. كان شايف أن العمارة كائن حي عضوي وإلى حد ما عملية تطويرية، فلا يوجد شيء لا يرث شيئا من والديه. بمعنى آخر، العمارة لغة لها كلمات وإعراب ومعاني. وللسبب ده استطاع الوكيل أنه يصمم مباني في اليونان ومصر والمملكة العربية السعودية. فالوكيل في كل مبنى من مبانيه العظيمة في العالم الإسلامي يتحدث لغة معمارية، لأنه قدر يفهم أن المبنى بيوصل رسالة أو كلمة محددة للغة المعمارية التقليدية. فقدر يبرهن مش بس على وجود ما يمكن أن نسميه لغة العمارة الإسلامية، وإنما صلاحيتها كذلك للعمارة المعاصرة. استعمل الوكيل المفردات التقليدية للعمارة في نمط لا يشابه أنماط معماري القرن 18 أو 19، لأنه كان شايف أن ما يميز العمارة الإسلامية هو الروح وليس الشكل. فالشيء اللي بيجمع المساكن النوبية الصغيرة والمساجد التركية العظيمة تحت مسمى واحد وهو العمارة الإسلامية هو الروح، روح الإسلام وليس التشكيل المعماري. بالإضافة لفلسفته في الشكل والمضمون، كان له رؤية في العمل، وكان عزوفه عن استخدام القوالب الجاهزة وتفضيله للعمل اليدوي أمر أثار دهشة وتعجب زملائه المعماريين، ولكنه كان بيجيب عليهم بأن العمل بالصبات والقوالب مناقضا للمهمة اللي بيقوم بيها، لأنه بيشوف أن اقتباس المفردات المعمارية في حد ذاته مش تصميم، وأن اكتشاف أصل وفكر وفلسفة هذا المفرد هو الكشف الحقيقي للعمارة. من هنا الوكيل شاف أن المفاتيح الأربعة للنجاح المعماري هم البيئة والفلسفة والفكر والمعتقد. وأسيبكم دلوقتي مع بعض أعمال الدكتور عبد الواحد الوكيل. دمتم سعداء.